في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد بإجمالي متوسط تكلفة تزيد على 1,800,000,000 جنيه. تتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.